حبايبي ومتابعيني في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم. انا سعيد جدا ان انا بلتقي معكم دلوقتي، واحب اقول لكم زي ما عودناكم في القناه الرسميه القديم محمد نور ان احنا بنقدم فيها كل جديد وبنلقي الضوء على الاخطر واهم الاحداث سواء المصريه او العربيه او العالميه. وطبعا في شق ثقافي بنقدمه على القناه، وكان منها ان احنا قدمنا قبل كده روايه فيلا العجمي اللي بفضل الله ثم بفضلكم حققت نجاح كبير جدا جدا، وده شيء يسعدني جدا. احب ابشركم ان شاء الله الموسم الثاني معاكم هيبقى مع روايه بطاقه ذاكره، ودي هتبتدي يوم الاثنين المقبل ان شاء الله الموافق 1/11/2021. الروايه دي للكبار فقط، وحط كذا خط تحت كلمة الرواية الكبار فقط بلس 18. أرجو أن أنتم تتابعوها لأنها بتلقي الضوء على قضية من أخطر قضايا المجتمع اللي بنواجهها اليومين دول، وهي مهمة جدا ومثيرة جدا، وأرجو أن أنتم تتابعونا فيها. شكرا جزيلا حبايبي الكرام.